الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى: باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافا شديدا، فذهب فريق من العلماء إلى أن تلك الحروف 7 هي فيما يتفق أن يقال على 7 أوجه فما دونها كتعالى وأقبل وإلي ونحوي وقصدي وقرب وجئ، وكاللغات التي في أف، وكالحروف التي في كتاب الله فيها قراءة كثيرة، وهذا قول ضعيف. قال ابن شهاب في كتاب مسلم: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال وحرام. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا كلام محتمل. وقال فريق من العلماء: إن المراد بال7 الأحرف معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال، وهذا أيضا ضعيف لأن هذه لا تسمى أحرفا. وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم يقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وحكى صاحب الدلائل عن بعض العلماء، وقد حكى نحوه القاضي أبو بكر بن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها 7، منها ما تغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر وأطهر، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه، مثل ربنا باعد وباعدا، ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل ننشزها وننشرها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه كقوله كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه، مثل وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان كقوله 99 نعجة وأنثى. وذكر القاضي أبو بكر الطيب في معنى هذه 7 الأحرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، نهي وأمر وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحل حلاله وحرم حرامه، وأتمر بأوامره وانتهوا بنواهيه، واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. قال القاضي: فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للأحرف 7، ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة، ومنها قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه وطريقة هي ريب وشك. فكذلك معنى هذا الحديث على 7 طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وذكر القاضي أيضا أن أبي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أبي، إني قرأت القرآن على حرف أو حرفين، ثم زادني الملك حتى بلغ 7 أحرف ليس منها إلا شاف كافي، إلا شاف كاف، إن قلت غفور رحيم، سميع عليم أو عليم حكيم، ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب. وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. قال القاضي ابن الطيب: وهذا أيضا 7 غير 7 التي هي وجوه وطرائق، وغير 7 التي هي قراءات ووسع فيها، وإنما هي 7 أوجه من أسماء الله تعالى. وإذا ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه. قال القاضي: وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على 7 أوجه، وإلا بطل معنى الحديث. قال: وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر به، ولا يعرف بعضها إذا لم يأتي به خبر. قال: وقال قوم: ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرآن على 7 أوجه،
فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وقد زعم قوم أن معنى الحديث أنه إذا أنزل على 7 لغات مختلفات، وهذا باطل، إلا أن يراد أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في القصة الواحدة. والدليل على ذلك أن لغة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وهشام بن حكيم وابن مسعود رضي الله عنهم واحدة، وقراءتهم مختلفة، وخرجوا فيها إلى المناكرة. فأما الأحرف 7 التي صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بجميعها، وهي التي راجع فيها فزاده وسهل عليه لعلمه تعالى بما هم عليه من اختلافهم في اللغات، فإنها 7 أوجه وسبع قراءات مختلفات وطرائق يقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن أو معظمه حسب ما تقتضيه العبارة في قوله أنزل القرآن، فإنما يريد به الجميع أو المعظم، فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. ويدل على ذلك قول الناس حرف أبي وحرف ابن مسعود. ونقول في الجملة إن القرآن منزل على 7 أحرف من اللغات والإعراب وتغيير الأسماء والصور، وإن ذلك مفترق في كتاب الله ليس بموجود في حرف واحد وصورة واحدة يقطع على اجتماع ذلك فيها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: انتهى ما جمعت من كلام القاضي أبي بكر رضي الله عنه وإطلاقه البطلان على القول الذي حكى فيه نظر، لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخرا في قوله ونقول في الجملة إنما صح وترتب في من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وهو اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر، وإنما هو أن قريش استعملت في عباراتها، واستعملت هذيل شيئا غيره من ذلك المعنى، وسعد بن بكر غيره، والجميع كلامهم في الجملة ولغتهم. واستدلال القاضي رضي الله عنه بأن لغة عمر وأبي وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظر، لأن ما استعملته قريش ومنهم عمر وهشام، وما استعملته الأنصار ومنهم أبي، وما استعملته هذيل ومنهم ابن مسعود قد يختلف، ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله سبحانه، فليست لغتهم واحدة في كل شيء. وأيضا فلو كانت لغاتهم واحدة بأن نفرضهم جميعا من قبيلة واحدة لما كان اختلافهم حجة على من قال إن القرآن أنزل على 7 لغات، لأن المنكر سمع ما ليس في لغته فأنكره، وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته. فكان القاضي رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد في قوله على 7 أحرف عد اللغات التي تختلف بجملتها، وأن تكون 7 متباينة لسبع قبائل تقرأ في كل قبيلة القرآن كله بحرفها ولا تدخل عليها لغة غيرها، بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم عنده عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله مرة من جهة لغة ومرة من جهة إعراب وغير ذلك، ولا مرية أن هذه الوجوه والطرائق إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل القرآن بلسانها، وذلك يقال فيه اختلاف لغات. وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات، وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرؤوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانها وهي قبائل مضر فجعلها 7، وهذا القول أكثر توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنحاء تبقى غير محصورة، فعسى أن الملك قد أقرأه بأكثر من 7 طرائق ووجوه. قال القاضي في كلامه المتقدم: فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والشرط الذي يصح به هذا القول هو أن تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وما لكثير من أهل العلم كأبي عبيد وغيره إلى أن معنى الحديث المذكور أنه أنزل على 7 لغات لسبع قبائل إن بث فيها من كل لغة منها، وهذا القول هو المتقرر في كلام القاضي رضي الله عنه، وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب رغما منهم أن يعينوا 7 التي يحسن أن تكون مراده عليه الصلاة والسلام، نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور من شاء النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في التسمية وأكثروا، وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله، فأصل ذلك وقاعدته قريش ثم بنو سعد بن بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، واسترضع في بني سعد ونشأ فيهم، ثم ترعرع وعقت تمائمه وهو يخالط في اللسان كنانة وهذيلة وثقيف وخزاع وأسدى وضبه وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها، ثم بعد هذه تميما وقيسا ومن انضاف إليهم وسط الجزيرة العرب، فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة، وهي التي قسمها على سبعة لها السبعة أحرف، وهي اختلافاتها في العبارات حسب ما تقدم. قال ثابت بن قاسم: لو قلنا من هذه الأحرف لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتميم، ومنها لضب وألفافها، ومنها لقيس، لكان قد أتى على قبائل مضر في مراتب سبع تستوفي اللغات التي نزل بها القرآن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا نحو ما ذكرناه، وهذه الجملة وهي التي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخل، ويسرها الله لذلك ليظهر آية نبيه صلى الله عليه وسلم بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه، وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز ونجد وتهامة، فلم تطرقها الأمم. فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة، فأفسدت كلام عربه خلطة الحبشة والهنود، على أن أبا عبيد بن القاسم بن عبد عبيد القاسم بن السلام وأبا العباس المبرد قد ذكر أن عرب اليمن من القبائل التي نزل القرآن بلسانها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن كالعريم والفتاح، وأما من فردوا به كالزخيخ والقلوب ونحوه فليس في كتاب الله منه شيء، وأما ما والى العراق من جزيرة العرب وهي براد ربيعة وشرقي الجزيرة، فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرة وغير ذلك. وأما الذي يلي الشام وهو شمال الجزيرة وهي بلاد آل جفنة وابن الرافلة وغيرهم، فأفسدتها مخالطة الروم وكثير من قبائل بني إسرائيل وكثير من بني إسرائيل. وأما غربي الجزيرة فهي جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم، وأكثرها غير معمور، فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات، لم تكدر صفو كلامها أمة العجم. ويقوي هذا المنزع أنه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العربة وتجرد أهل المصرين البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها، لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسطية الوسيطة المذكورة ومن كان معها، وتجنبوا اليمن والعراق والشام فلم يكتب عنهم حرف واحد، وكذلك تجنبوا حواضر الحجاز مكة والمدينة والطائف، لأن السبي والتجار من الأمم كثروا فيها فأفسدوا اللغة. وكانت هذه الحواضر في مدة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة لقلة المخالطة، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي فيها عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل، فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة. ألا ترى أن فطر معناها عند قريش ابتدأ الخلق خلق الشيء وعمله، فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس رضي الله عنهما حتى اختصم إليه أعربيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال ابن عباس: فهمت حينئذ معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعالى أفاتحك أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب، وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فوقف به فتى فقال: إن أبي يتخوفني حقي. فقال عمر: الله أكبر،
أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة والنخل باسقات، ذكره مسلم في باب قراءة في صلاة الفجر، إلى غير هذا من الأمثلة. فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة وعرضه بها جبريل في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرصف. ولم تقع الإباحة في قوله عليه الصلاة والسلام فاقرأوا ما تيسر منه، بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله. وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته، فقرأ مرة لأبي رضي الله عنه بما عارضه به جبريل عليه الصلاة والسلام، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قراءة منهما وقد اختلفتا: هكذا أقرأني جبريل؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه بهذه مرة وبهذه مرة؟ وعلى هذا يحمل قول أنس بن مالك حين قرأ: إن ناشئة الليل وأصوب قيلا، فقيل له: إنما نقرأ وأقوم، فقال أنس: أصوب وأقوم وأهيا واحد. فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترق الصحابة في البلدان وجاء الخلف وقرأ القرآن كثير من غير العرب، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روي لها، فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعضهم لبعض: أنا كافر بما تقرأه به. فأشفق حذيفة مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري وغيره دخل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يدخل بيته فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: في ماذا؟ قال: في كتاب الله، فإني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق ومن الشام ومن الحجاز. فوصف له ما تقدم وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى. قال عثمان رضي الله عنه: أفعل. فتجرد للأمر واستناب الكفاة العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القرآن ويجعلوا ما اختلفت القراءة فيه على أشهر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفصح اللغات، وقال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. فمعنى هذا: إذا اختلفتم فيما روي وإلا فمحال أن يحيلهم على اختلاف من قبلهم، لأنه وضع قرآن. فكتبوا في القرآن من كل اللغات السبع مرة من هذه ومرة من هذه، وذلك مقيد بأن الجميع مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه. واستمر الناس على هذا المصحف المتخير وترك ما خرج عنه مما كان كتب سدا للذريعة وتغليبا لمصلحة الألفة، وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق وتخرق. فأما ابن مسعود رضي الله عنه فأبى أن يزال مصحفه فترك، ولكن أبى العلماء قراءته سدا للذريعة، ولأنه روي أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير فظنها قوم من التلاوة، فتخلط الأمر فيها ولم يسقط فيما ترك معنى من معاني القرآن، لأن المعنى جزء من الشريعة، وإنما تركت ألفاظ معانيها موجودة في الذي أثبت. ثم إن القرأة في الأمصار تتبعوا ما روي لهم من اختلافات، لا سيما فيما وافق خط المصحف، فقرأوا بذلك حسب اجتهاداتهم، ولذلك ترتب أمر القراءة السبعة وغيرهم رحمهم الله. ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى، ولأنها ثبتت بالإجماع. وأما شاذ القراءة فلا يصلى به، وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه. وأما
وأما أن المروي عنه عن الصحابة رضي الله عنه عنهم وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه، وأما ما يؤثر عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به، وإنما أذكره في هذا الكتاب لئلا يجهل، والله المستعان. وكان المصحف غير مشكول ولا منقوط، وقد وقع لبعض الناس خلاف في بعض ما ذكرته في هذا الباب ومنازعات، اختصرت ذلك كراهة التطويل وعولت على الأسلوب الواضح الصحيح، والله المرشد للصواب برحمته. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في قراءة مقدمة تفسير ابن عطية المحرر الوجيز. نتدارس فيه باباً جديداً يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرئت القرآن على سبعة أحرف، وفي لفظ أن جبريل أقرأني على حرف، فاستزدته فزادني، فما زلت أستزيده حتى زادني سبعة أحرف. وحينئذ ما هي هذه الأحرف السبعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أنزل القرآن عليها؟ فهذه المسألة مما وقع فيها اختلاف وتنازع بين العلماء من الزمان الأول، وليس أمراً ناشئاً. ويمكن أن نحصر الأقوال على وفق الآتي: القول الأول أن المراد بالأحرف السبعة معاني ألفاظ القرآن، فبعضهم يقول لا بد أن تكون تلك المعاني مروية ولم يشترط ذلك آخرون، ومثل له بقولك تعال وأقبل، فإن معناهما واحد وهما لفظة واحدة. ومثله إذا قال نحوي وقصدي وقرب وجيء، أي تعالى أقرب وجئ. وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم، لكنه يخالف ظاهر القرآن، فإن ألفاظ القرآن لم تتعدد كذلك، ولا يجيز أحد من العلماء أن يقرأ اللفظ العربي في القرآن بمرادفه. ويدلك على هذا أن كل معنى من هذه المعاني يستقل بزيادة معنى لا توجد في غيره من الألفاظ، كما لو قال الكتاب والقرآن، هما يدلان على معنى واحد، لكن الكتاب هو المكتوب والقرآن هو المقرؤ، ولو لم يكن فيه كتاب كالمحفوظ في الصدور. ومن ثم فهذا القول لا يصح في تفسير الأحرف السبعة. وقد قال طائفة بأن منشأ هذا القول منشأ أشعري، وذلك لأن الأشاعرة يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الأصوات والحروف إنما هي عبارة عن القرآن وليست ذات القرآن. وبالتالي قالوا بأنه قال بعضهم بأنه لا يؤثر عليه متى غير لفظه إذا كان بمعناه، لأنه لا يعد تغييراً للقرآن على حسب زعمهم، وإنما هو تغيير لما هو عبارة عن القرآن. والقول الثاني في هذه في شرح هذا الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أن المراد به طرائق النطق وكيفية تشكيل الكلمات،
ومثل لهذا بكلمة أف، فإنها تطلق على أو بطرائق مختلفة، فمرة يقال أف، ومرة يقال أف، ومرة يتضم الألف في أول الكلمة ونحو ذلك. وهذا أيضا فيه ضعف، وذلك أنه لا تنحصر الأحرف السبعة في هذا المعنى. والقول الثالث يقول بأن الأحرف السبعة هي القراءات التي وردت في كتاب الله جل وعلا، القراءات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلتها قراءة ننشزها وقراءة ننشرها، فهما قراءتان متواترتان. فأصحاب هذا القول الأخير قالوا بأن كل واحد من هذه القراءات بمثابة الحرف الواحد. ونقل المؤلف عن ابن شهاب قال: بلغني أن السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا ولا يختلف في حلال ولا حرام. فهو يقول بأن السبعة الأحرف هي في ما كان شيئا واحدا ولكنه لا يدل على حكم شرعي في التحليل والتحريم. والقول الرابع يقول بأن المراد المعاني التي اشتمل عليها القرآن، فإن القرآن قد اشتمل على سبعة معان، إذ القرآن فيه أمر ونهي ووعد، أي تأميل في الخير والمنفعة في المستقبل، ووعيد أي تحذير من الشر، وقصص ومحادثة وأمثال، أو مجادلة وأمثال. فهذه خمسة أصناف من أصناف الكلام القرآني. وهذا القول قد ضعفه المؤلف، وذلك لأن هذه المعاني لا تسمى سبعة أحرف. الأمر والنهي ما يقال له حرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال: فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم ولا تحليل. تقدم معنا أن هذه الأحرف السبعة تسمى كذلك حرفا. فلو قلنا بأن المراد بالأحرف السبعة الأمر والنهي والوعد والوعيد لكانت هذه ليست حروفا. والذي في الحديث أنه قال سبع كلمات أو سبع معاني، أو قال سبعة حروف، سبعة أحرف، هذه ليست أحرف الأمر والنهي. وهناك قول آخر يقول بأن المراد بها أوجه القراءة عند اختلافها مما يغير حركتها، ومثل لذلك بقوله تعالى: هن أطهر، في أي سورة؟ فهن أطهر لكم، في قصة لوط، في قصة لوط. وفي بعض القراءات هن أطهر، يقول فهذان وجهان من الأحرف السبعة. وذلك أنهن أطهر مبتدأ وخبر، وأطهر مفعول به لفعل تحضيض مقدر. وبالتالي يقول بأن أوجه الاختلاف في القراءة سبعة أنواع. النوع الأول ما تغيرت حركته مع بقاء صورة الكلمة ومعناها، والثاني ما تغير معناه مع بقاء صورته، ومثل له بقراءة ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا في سورة سبأ، وفي قراءة ربنا باعد
تصبح بعد فعل ماضي، والأول فعل أمر ربنا باعد، وهذه ربنا باعد، والثالث ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف حروفه، ومثل لها بقراءة ننشرها وقراءة ننشزها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه، ومثل له بقوله كالعهن المنفوش فإنها تشبه في الرسم كالصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه بحيث تتغير حروفه وتتغير صورته وبالتالي يتغير معناه، ومثل له بقوله وطلع منضود، وطلح بالحاء، وطلح منضود، والطلح قيل بأنه الموز، منضود أي مصفوف، فإنه في بعض القراءات وطلع بالعين، ومنها ما يكون بالتقديم والتأخير، ومنها ما يكون بالزيادة والنقصان. فهذه سبعة أوجه، بعضهم قال بأن الحروف السبعة هي هذه الأوجه السبعة، وهذا فيه نظر ولا يصح أن يجعل هو السبعة الأحرف، وذلك لأن هنا ليست أحرفاً في القراءة وإنما فيها معان مختلفة متعددة. ثم ذكر قولاً آخر بأن المراد به بحديث أنزل القرآن على سبعة أوجه أي أنه يشتمل على سبعة أنواع من الكلام، منها النهي، منها الأمر، منها الحلال، منها الحرام، منها المحكم، منها المتشابه، ومنها الأمثال. هذه سبعة موضوعات موجودة في القرآن، وهذا التفسير أيضاً لا يصح. لماذا؟ لأن الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فذكر الحرف ولم يذكر المعنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أحرف ولم يجعلها معانيا، ويدل على هذا أنه أن السبعة الأحرف في الموطن الواحد، وعلى هذا القول تكون كل منها في موطن. ولذا لما جاء عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا ما تعلموه، وقال ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقوله هنا يعبد الله على حرف أي على وجه وطريقة، وبعضهم يقول الريب والشك، فجعل السبعة الأحرف في المعاني فقط وليست في الألفاظ والرواية. ثم نقل عن القاضي حديثاً الله أعلم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي إني أقرئت القرآن على حرف أو حرفين ثم زادني الملك حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفور رحيم سميع عليم أو عليم حكيم. فكأنه جعل السبعة الأحرف بتبديل الكلمات بعضها مع بعض إذا كانت تدل على نفس المعنى، ولذا قال ما لم تختم عذابا برحمة أو آية رحمة بعذاب. ثم نقل عن القاضي ابن الطيب الباقلاني قال وهذه أيضا سبعة
يعني سبعة أنواع من أنواع الكلام، وبالتالي هي مغايرة للسبعة المذكورة في الخبر، وكذلك مغايرة للسبعة التي هي قراءات قد أجاز الله عز وجل للناس أن يقرأوا بها. قال: وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله تعالى. يعني هذا القول لما قال اقرأ سميع عليم بدل عليم حكيم، إنما هو ما قال أسماء الله على سبعة أوجه، وإنما قال أنزل القرآن على سبعة أوجه، فهو يشمل جميع أقسامه وجميع أسماء الله عز وجل. وبعضهم قال بأن الإنزال على سبعة أحرف كان في أول الإسلام ثم إنه نسيخ، وهذا يخالف الظواهر التي جاءت بخلاف هذا. قال القاضي: المقصود أنه لا يجوز لنا تغيير حرف مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة ولو كانت من أسماء الله جل وعلا. ونقل الباقلاني أن هناك من رأى أن كل كلمة في القرآن فإنها تكون على سبعة أوجه، ليصدق عليه الحديث أنزل القرآن على سبعة أوجه. وقال المؤلف عن هؤلاء بأنهم قالوا مرة نعرف هذه الأوجه ومرة لا نعرف بحسب الدليل الذي يردنا، فما ورد من الأحاديث يقرر هذه السبعة الأحرف قررناه. وهناك قول آخر يقول بأن سبعة الأوجه في قراءة القرآن هي في بعض الألفاظ وليست في جميع الألفاظ، فزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه من أجل أن يصح معنى الحديث. قال: وتعرف بعض الوجوه بمجيء الخبر بذلك الوجه، ولا يعرف بعضها إذا لم يأتي به خبر. ثم نقل المؤلف عن طائفة بأن يقولون بأن ظاهر الحديث يوجب أن يوجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرأ على سبعة أوجه، فإذا وجد في الصفحة أو في السورة كلمة تقرأ على سبعة أوجه قالوا خلاص أنزل القرآن على سبعة أوجه. وبعضهم قال بأن السبعة الأوجه هي سبع لغات نزل بها جبريل عليه السلام للقرآن، وهذا يخالف ظواهر النصوص الدالة على أن القرآن عربي، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم وقد أبطل هذا القول بأن المراد بالسبعة الأحرف هي لغات مختلفة الباقلاني، ويدل على ذلك أن عمر وهشام بن حكيم لما اختلفا كل منهما كان يقرأ بلغة العرب، ومع ذلك كان لهما حرفان، وبالتالي فهؤلاء قرأوا باللغة العربية واختلفت قراءاتهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذه الأحرف السبعة أنزلها الله عز وجل تسهيلا على الأمة، ولذلك فإن من قرأ بحرف منها فإنه مصيب ولا حرج عليه في ذلك. ومن هذا المنطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي أو أقرأ القرآن سأل الله عز وجل أن يزاد في الأحرف التي يقرأها،
وإذا تقرر هذا فإن القرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن، هل يراد به كل كلمة في القرآن أنزلت على سبعة أوجه، أو أن المراد أن هناك كلاماً كثيراً في القرآن نزل على سبعة أوجه وبالتالي يكون معظم القرآن نزل على سبعة أحرف؟ ظاهر اللفظ عمومه لقوله أنزل القرآن فهو يشمل جميع كلمات القرآن، يشمل جميع كلمات القرآن. قال ويدل على ذلك فإنما يريد به فجائز أن يقرأ. إذن من الأحكام المتعلقة بالسبعة الأحرف في قراءة القرآن أنه يجوز أن يقرأ القرآن بأي حرف من هذه الأحرف السبعة. وقال يدل على ذلك قول الناس حرف أبي وحرف ابن مسعود فجعلوهما حرفين مستقلين، ونقول في الجملة إن القرآن منزل على سبعة أحرف من اللغات، يعني اللهجات العربية والإعراب وتغيير الأسماء والصور. وهذا لعله أقرب الأقوال، ولذا قال المؤلف هنا لأن المذهب الصحيح الذي قرره آخراً من قوله ونقول في الجملة إنما صح وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وهو اختلاف ليس بشديد التباين. إذن من أحكام إنزال القرآن على سبعة أوجه أنه يجوز أن يقرأ القرآن بأي وجه منها، ومنها أن معاني هذه الأحرف وإن اختلفت فإنها جميعا مقصودة للشارع. ولذلك فإن الصواب في هذه السبعة الأحرف أنها أوجه من أوجه القراءة، وافق وجه ذلك تلك القراءة طريقة من طرائق العرب في استخدام الألفاظ. إذن قال المؤلف إنما صح وترتب من جهة اختلاف لغات العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم، وهو اختلاف ليس بشديد التباين حتى يجهل بعضهم ما عند بعضهم الآخر، وإنما هو أن قريشاً استعملت في طريقتها في الكلام طريقة معينة، وهناك والقبائل الأخرى استعملت طرائق مختلفة، واستعملت هذيل شيئاً غيره في ذلك المعنى، واستعملت سعد بن بكر هذه الألفاظ ونحو ذلك، والجميع كلامهم في الجملة ولغتهم واحدة. وقال المؤلف واستدلال القاضي بأن لغة عمر وأبي وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظر، لأن ما تستعمله قريش ومنهم عمر وهشام، وما تستعمله الأنصار ومنهم أبي، وما تستعمله هذيل ومنهم ابن مسعود قد يختلف، ومع هذا الاختلاف قد يوجد شبيهه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لغتهم ليست لغة واحدة في كل شيء متفقة في جميع الكلام. ويدلك على هذا اختلاف قبائلهم، فإن اختلاف القبائل دليل على اختلاف اللغات. لما كان اختلافهم حجة على من قال إن القرآن أنزل على سبع لغات، لأن مناكرتهم يعني إنكار بعضهم على بعضهم الآخر لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس في لغة العرب فأنكره،
وإنما هو يقر بأن ما سمعه من صاحبه هو من لغة العرب، وإنما كانت لأنه سمع، يعني مناكرتهم لأنه سمع ما يخالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم ينكر عليه لأنه قرأ القرآن بلغة أخرى، وإنما أنكر عليه لأن طريقة تلاوته للقرآن مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. قال: وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ بعض الصحابة بلغة أخرى مغايرة للغته. وعساه قد أقرأه ما ليس من لغته واستعمال قبيلته. قال: فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أن يكون أراد بذلك اللغات التي تختلف فيه اللغة بجملتها في معاني الألفاظ وفي تراكيب الكلام ونحو ذلك. إذن هي سبع متباينة لقبائل عربية تتكلم كل واحدة بمعنى من بطريقة من هذه الطرق. إذن هي سبعة أحرف متباينة تتكلم بها سبع قبائل، بحيث تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها. قال: ولا تدخل عليها لغة غيرها. وكان من مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله، سواء من قبيل اللغة أو من قبيل الإعراب أو من غير ذلك. وهذه الوجوه قد يحصل الاختلاف في أحكامها باختلاف الآيات التي وردت بها. نعم، قوله هنا: بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم عنده عد الوجوه والطرائق المختلفة في كتاب الله. إذن هذا قول آخر في تفسير السبعة الأحرف، يقول هي أساليب قرآنية تختلف من موطن آخر. ولذا قال: فكأن القاضي رحمه الله إنما أبطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد في قوله على سبعة أحرف عد اللغات التي تختلف بجملتها، بل هي لسبع قبائل تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها. وبالتالي قصد النبي صلى الله عليه وسلم عد الوجوه الممكنة في قراءة كتاب الله عز وجل، سواء من اللغة أو من الإعراب أو غير ذلك من الطرائق. ولا مرية إلى شك أن هذه الوجوه إنما اختلفت لوجود الاختلاف في الكلمة التي نطق بها في قراءة القرآن، وبالتالي لا يقال بأنه من باب اختلاف اللغات. وقد ورد عن كثير من التابعين أنه أجاز عد الأصابع وعد الرؤوس في صلاته، وبل لا بأس أن يعد ما في القرآن من الآيات القرآنية. وحينئذ نجد أن العرب قد اختلفت في طريق عد الآيات. بعضهم قال هذا من السبعة الأحرف الواردة في الخبر، ومن أمثلة هذا في سورة الفاتحة، فإن للعلماء تباينا كبيرا في تمييز آياتها، هل البسملة آية وهل ولا الضال أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة أو هي آيتان. هذا
وجه من مما يمكن أن يفسر به سبعة الأحرف الواردة في القرآن، ولذلك بعضهم جعل هذا من أوجه القراءة، إلا أنه يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن جعل الأحرف السبعة من باب التوسيعة على الناس، وليس المراد به التضييق عليهم، فالمقصود أن هذه الطرائق السبع قد قام جبريل بإقرائها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع هذه الطرائق أمور متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال بأن المراد بالسبعة الأحرف لغات العرب، لغات كل قبيلة، فإن لكل قبيلة من الطرائق في الحديث والكلام ما لا يوجد عند غيرهم. ومن الأمور التي يجب أن يعلم بأن أصل العرب واللغة التي يتحاكم عليها عند الاختلاف لغة قريش، وبقية قبائل العرب فإنها تكون بديلاً عنها إذا لم يوجد في لغة قريش ما يمكن أن ينطق به في قراءة الآية. قال: وهذا القول هو المتقرر من كلام القاضي الباقلاني. يبقى هنا أن قبائل من العرب قصدوا أن يعينوا السبع التي يحسن أن تكون مراد عليه السلام، فنظروا في ذلك بحسب البلد ومن جاور منشأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في التسمية. والمقصود أن أصل هذا الكتاب هو قبيلة قريش، ثم بعدهم سعد بن بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي فقدمت لغته، ثم رضع في بني سعد فقدمت لغتهم، وبالتالي كان قد نشأ فيهم وأصبح يتكلم ويترعرع بحديثهم. ثم بعده بقية قبائل العرب كهذيل وثقيف وخزاعة وأسد وضبة، ولأن هذه القبائل هي القبائل القريبة من مكة فتكون مقدمة على غيرها في اعتبار لفظها في قراءة القرآن. ثم بعد هذا القبائل التي تقع في وسط جزيرة العرب كقبيلة تميم وقيس، وهكذا. قال: فلما بعثه الله ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على سبعة كتقسيم أو كالأحرف السبعة. وهناك قول يقول بأن كل موطن فيه لغة مستقلة، فقول السبعة أحرف أي لغات عربية ليس في موطن واحد وإنما في مواطن متعددة. ثم قال هذا، رد هذا القول أيضا بمخالفته ظاهر هذا الخبر. قال: وهذه الجملة التي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخل ويسرها الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وسبب سلامتها من نزول العقوبة أنها في وسط العرب في الحجاز. قال: فأما اليمن وهو جنوبي الجزيرة فأفسد كلامه عربه الذين خالطوا الحبشة والهنود، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن عرب اليمن من القبائل
التي نزل القرآن بلسانها. وقد ذكر المؤلف أن مما يحتمل أن يكون تفسيراً لحديث السبعة الأحرف أنه ما يأتي به أهل الحجاز من الكلمات التي يبدل بعضها أو يبدل ويخلف بعضها بعضها الآخر، كالعرم والفتاح والزخيخ والقلوب، وهذه الألفاظ هي ألفاظ تكلم بها أهل منطقة بعينها، كانوا يتكلمون بها مع وجود استقلالية لهم في لغتهم تلك. ثم ذكر المؤلف عن العرب الموجودين في الشام، وقال بأن هؤلاء قد خالطتهم الأعاجم من الروم، وبالتالي لا يوثق في روايتهم للغة، فلا يفسر أو لا يأتي القرآن بلغتهم لكونهم ليسوا ممن فرغ نفسه لهذا الكتاب. وأما بالنسبة لمناطق أخرى فإنه لم يوجد فيها قبائل من قبائل العرب تسكنها، وبالتالي لم يبقى عندنا إلا من سكن في الحجاز، ولذا كانت لغات هذه القبائل لا زالت سليمة ولم تتأثر بلغات العجم. واستدل المؤلف على هذا بأنه لما اتسع نطاق الإسلام وداخلت الأمم العرب وتجرد أهل المصرين البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها لم يأخذوا إلا عن هذه القبائل الوسيطة أي المتوسطة في مكانها المذكورة ومن كان معها، وتجنبوا اليمن والعراق والشام، وهكذا تجنبوا حواضر الحجاز لأن السبي والتجار من الأمم كثروا في هذه المناطق ففسدت بسببهم اللغة، لأن أهل اللغة قد خالطوا من لا يعرف اللغة. وكانت هذه الحواضر في مدة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة لقلة مخالطتها لأهل اللغات الأخرى. والمقصود أن الراجح أن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على لهجات ولغات سبع قبائل من قبائل العرب. وقد استدل المؤلف على أن المراد بالسبعة الأحرف الوارد في الحديث لغات العرب أن بعض الألفاظ التي وردت في القرآن لم يفهمها بعض الصحابة إلا بعد أن سمعوا بعض قبائل العرب الأخرى يتكلمون في كلامهم، ففهم ابن عباس قوله فاطر السماوات لما سمع رجلا يقول عن بئر أنا فطرتها، وقال لا ما كنت أدري معنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفتح حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك. وهكذا في قوله أو يأخذهم على تخوف كان عمر أو لم يفهم عمر هذه اللفظة إلا لما جاءه فتى فقال إن أبي يتخوفني حقي أي يتنقصني. وهكذا أيضا في قصص كثيرة من هذا المعنى. وعلى ذلك فهذه القراءات جائزة القراءة بها، ولا حرج على الإنسان فيها في أصل الحكم. ولذلك كان كل واحد من الصحابة قد يقرأ على حرف من هذه الحروف، بل يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأ كل واحد من أصحابه حرفا، فأقرأ أبي بحرف وأقرأ ابن مسعود بحرف، ومن هنا قال بل جبريل أقرأها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم
أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ومن هنا نعرف معنى حديث قراءة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم لما اختلفت قراءتهما على النبي صلى الله عليه وسلم وصوب قراءتهما وقال لكل واحد منهما هكذا أقرأني جبريل، فدل هذا على أن كل واحد من هذه الأحرف هو وحي من عند الله جل وعلا، ولذلك جاز من أجاز أن يقرأ بهذا الحرف مرة ومرة بهذا الحرف. وإن كان المؤلف قد أدخل فيه قراءة من قرأ أصوب قيلا، فقيل له إنما نقرأ وأقوم قيلا، فقال أنس هما بمعنى واحد، يعني أنهما قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن انتشر الصحابة وتفرقوا في البلدان وأصبح هناك اختلاف من القرآن وجاء في دخل في دين الإسلام من ليس من العرب، فحينئذ أرادوا أن يجمعوا حرف القرآن، أن يجمعوا القرآن على كتابة واحدة فقط، ويبقى الاختلاف في التشكيل أو الاختلاف في النقط بين هذه الكلمات. وقد ذكر أنهم لما اجتمعوا في غزوة أرمينية قرأ كل طائفة بما روي لها، فاختلفوا وتنازعوا، وحتى أنهم خشي أن يكفر بعضهم بعضا بعد أن كفر بعضهم قراءة بعضهم الآخر. فلما قدم حذيفة المدينة دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيته فقال أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك، وذلك أنه انتشرت مصاحف مختلفة الألفاظ، فجمع عثمان المصاحف وقام بنسخ المصحف الأول ثم أرسلها إلى البلدان، فتجرد للأمر واستناب العلماء الفصحى من الصحابة في أن يكتبوا القرآن، وبالتالي إذا وقع هناك اختلافات رأوا في الرواية ثم رأوا في أفصح اللغات فقال ما اختلفتم فيه من شيء فاكتبوه بلغة قريش لأنه قد نزل بها. واستمر الناس على هذا المصحف الذي خير، وبالتالي تركوا ما عداه من المصاحف سداً للذريعة وتغليباً لمصلحة تآلف الناس واجتماعهم على كلمة واحدة، فأمروا ببقية المصاحف أن تحرق أو تخرق. وإلا أن ابن مسعود أبى أن يؤخذ مصحفه منه فترك، ولكن أهل العلم لم يعتمدوا قراءته وبقوا على المصحف العثماني المصحف الإمام. وبالتالي هذه المصاحف التي بأيدي الصحابة أيضا قد كتبوا شيئا من التفاسير التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست من القرآن، وقد يظن أنها من القرآن، وهذا أحد الأسباب الذي جعل العلماء يكتفون بالمصحف العثماني ولا يأخذون بغيره من المصاحف. وبعد ذلك وجد القراء الذين يقرؤون بحسب الروايات التي وردت إليهم، واشتهر من ذلك السبعة القراء الذين لا زال الناس يقرؤون بقراءاتهم ويصلون في الصلوات بها، ولأن هذه القراءات ثبتت بالإجماع، وبعضهم عدها إلى عشر قراءات. وأما من فرد به أحد الصحابة ولم يتوافق مع المصحف العثماني فإنهم يعتبرونه قراءة شاذة لا يقرؤون بها وليست قرآنا ولا يتلونها في الصلاة،
وإنما يعتبرونها بمثابة الأحاديث، يأخذون منها الأحكام ويفسرون بها القرآن، وذلك لأنه لم تجمع الأمة على هذه القراءات الشاذة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.